الإمام محمد عبده الذي قال له الأفغاني أي أبناء الملوك أنت. النهاردة ذكرى وفاة الإمام محمد عبده رائد التجديد وأحد دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي، واللي ساهم في إنشاء حركة فكرية تجديدية للعديد من القضايا. تعالوا نشوف مع بعض تقرير عن الرحلة الفكرية للإمام محمد عبده. تحل اليوم 11 من يوليو ذكرى وفاة الإمام محمد عبده رائد التجديد وأحد دعاة النهضة والإصلاح في العالم العربي، الذي ساهم بعد التقائه بأستاذه جمال الدين الأفغاني في إنشاء حركة فكرية تجديدية لإحياء الأمة الإسلامية وتحرير العقل من الجمود. ولد الإمام محمد عبده في عام 1849 بقرية محلة نصر بمركز شبرخيد بمحافظة البحيرة، وفي 1866 التحق بالأزهر، وفي عام 1877 حصل على العالمية وعمل مدرساً للتاريخ بمدرسة دار العلوم. وفي عام 1882 اشترك في ثورة أحمد عرابي ضد الإنجليز، وبعد فشل الثورة حكم عليه بالسجن ثم بالنفي لبيروت لمدة 3 سنوات، وسافر بدعوة من أستاذه جمال الدين الأفغاني إلى باريس في عام 1884، وهناك أسس صحيفة العروة الوثقى. كان الإمام محمد عبده أحد أعمدة التجديد في الفكر الإسلامي وأحد دعاة الإصلاح وواحداً من أعلام النهضة العربية الإسلامية الحديثة الذين حرروا العقل العربي من الجمود الذي أصابه لقرون. كذلك شارك الإمام محمد عبده في إيقاظ وعي الأمة نحو التحرر وبعث الوطنية بالقول والعمل، وكان ممن شاركوا في ثورة عرابي، وكان أحد أقطاب مدرسة إحياء الاجتهاد الفقهي لمواكبة التطورات السريعة في العلم ومسايرة حركة المجتمع وتطوره في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية. في عام 1889 عين الإمام محمد عبده قاضياً بمحكمة بنها، ثم انتقل إلى محكمة الزقازيق ثم محكمة عبدين، ثم أصبح مستشاراً في محكمة الاستئناف. وفي 3 من يونيو عام 1899 صدر مرسوم الخديوي وقعه الخديوي عباس حلمي الثاني بتعيين الإمام مفتياً للديار المصرية، وكان منصب الإفتاء قبل ذلك يضاف لمن يشغل وظيفة مشيخة الجامع الأزهر، وبهذا المرسوم استقل منصب الإفتاء عن منصب مشيخة الجامع الأزهر. وصار الشيخ محمد عبده أول مفتي مستقل لمصر معين من قبل الخديوي عباس حلمي، وقد أصدر الإمام 944 فتوى استغرقت المجلد الثاني من سجلات مضبطة دار الإفتاء بأكمله. وفي 25 من يونيو عام 1890 عين عضواً في مجلس شورى القوانين، وفي عام 1900 أسس جمعية إحياء العلوم العربية لنشر المخطوطات، إلى أن كانت نهاية المسيرة الحافلة في 11 من يوليو عام 1905، وهو اليوم الذي رحل فيه الإمام محمد عبده.